مشاركة مجموعة من النساء، الحمد لله اللي هما نساء ربات بيوت، وكان ذلك كاينين دي شاف كويزينيير اللي تبارك الله عليهم. الوغ الحمد لله دات كل شيء في أمان الله، لا في الفترة ديال الإعداد ديالهم لهاد الوصفات الرائعة اللي هما قدموها راسهم بيديهم في المدرسة الفندقية الفونتي، وكذلك فاش جاو هنا تبارك الله الحمد لله عاونونا في التنظيم، وكانت المشاركة ديالهم جد هائلة، كنشكرهم بزاف من هذا المنبر. الوغ بالنسبة للوصفات اللي داروا دي ديسير اللي هما زوينين واللي تراديسيونيل كي سون 100% ماروكان، دارت القطيفة، دار البريوات المعسلين بالليمون معسل، كذلك دارت في لي غران بياس كان البوزروق اللي هو صغار انا نلقاو مبسطيله بحال هكا اللي هي تراديسيونيل امازيغن، داروا مبسطيلات بالسرديل، مبسطيلات ديال الدجاج وديال الحمام الفاسيين، دار كذلك الجوهره، دار مجموعه من الوصفات اللي هي مزيونه بزاف، داروا لي فروي دو مير، كاين لو بواسون بوحدو حتى هو الحمد لله، وكاين لي زيبينار عاود بالجبن البلدي. كنشكرهم بزاف الحمد لله، كلشي داز مزيان في امان الله، حتى لي زانفيتي كانوا في ارقى الحله، والحمد لله عجبهم هاد المشاركه ديال العيالات، لانه اول مره كيدار واحد الفيستيفال هكا من تنظيم ديال النساء ربات البيوت، وكذلك اللي هما اللي عاونوا ريوسهم اليد في اليد حتى وقفوا ريوسهم بريوسهم ولاو دي شاف كويزينيير. كاينين دي تريتور كذلك اللي منهم مدام حكيمه نوالا، كذلك مدام حسنه، بزاف ديال النساء الحمد لله اللي وقفوا وخلاو الاشغال ديالهم. بالنسبه لنا حنا ككلوب اميكال دي زاتولغي الحمد لله ساندناهم وقدمنا لهم اليد المساعده باش ننظموا لهم هذا الفيستيفال، وكذلك نبينوا ان المراه المغربيه الحمد لله غاده في ارقى حله وديما قاده دير ديما الجديد. كنشكرك. المشاركة راح غصات وشكاد على إثر اتفاقية الشراكة اللي ذكر دويدات أطور الفندقة، شاركنتي فرخين حمس المسابقة ياد البديات وشكاد دارسن يعني يصفرحه بارع وشكاد منها نيتا تحتك كنتي فرخين حمسن تجربة ياد منها داوين تكتسبت نيت حاجة جديدة حدار حاش كنت كنا نسكر حمس المركز دارنح تأهيل النساء راس نسكر الطبخ راس نسكر الحلويات ارتعلم انت يا ربي حمس الاقسام من الطبخ الحلويات الفصاله والخياطه بشراكه مع التعاون الوطني اشكو اخر كل سنه تكوينيه ارتمز انت يان الدبلوم حمس الخيرات باش تنطلق نسمس الحياه نسنت ان شاء الله باش تسكن المشاريع نسنت كونيات تسقيون صحتي النار درس نسكر التكوينات حتى حمس اعداد المشاريع باش كلها تقوم سما سوق ان شاء الله. وشاركت في هذا شاركت ديجا في مسابقه ديال الطبخ المغربي الاصيل، وثاني مشاركه ديالتي هو هذا المهرجان دابا ديال ليبريك ديال وديال اليوم. الاطباق اللي قدمتهم اليوم هما باصطلاح عباره عن ديال بالمرقاز والخضر ندوسيغ درت بسطيلا ومام طون البريوات معاها، ودرت جوهره اللي كيقولها قطيفه حتى هي كذلك، ودرت بريوات ثاني ببوتيرون هي القرعه الحمراء باللوز والقرقاع. هذا هو المشاركه ديالتي اليوم، هذا هو الشيء اللي شاركت بهم الاطباق اللي شاركت بهم اللي قدمت اليوم.